ايش في؟ خلتوا سماح ايش؟ مش عارف افتح الباب. خلاص تعالي انا بنزلها من هون. وقلت نسيتوا ان نكون احنا بنات لحالنا بالبيت؟ هو يعني بنات لحالنا؟ ليش بتضلي تكذبي؟ هذه زينب وهذه أمال، أما هذه فهي سماح، هذه هي آخر العنقود ختام. إنهن بنات عبد الرحمن الأربع التي يجتمعن بعد فترة طويلة وعلى مضض بسبب مصيبة الاختفاء المفاجئ لوالدهن المصاب بالزهايمر. نروح نرقص بعرس البنت وأبوك ضايع مختفي. هنا نلتقي بهن في مطلع الفيلم، نكتشف بأن الشيء الوحيد الذي يربط بينهن هو اسم ذلك الأب الغائب، والذي سيشكل غيابه منعطفا لتغيرات جذرية ودراماتيكية في حياتهن. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج الشرق سينما. اللقطات التي شاهدناها قبل قليل كانت من فيلم بنات عبد الرحمن للمخرج الأردني الشاب زيد أبو حمدان. هذا الفيلم عرض في العديد من المهرجانات السينمائية ونال العديد من الجوائز. عبد علينا شريفة مكي هلا، ولك أنا عبدة الله سبحانه وتعالى وإلي الفخر. نفسي أعرف إيش الناس رح تحكي إذا بتعرف حقيقة بنتهم هلأ. الحوار الذي أجريناه مع زيد أبو حمدان جرى في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة. هناك أربع نساء على الشاشة، كل واحدة مختلفة عن الأخرى. لو جمعناهن معا لنتجنا امرأة واحدة مرئيا إليها من أربع جهات. فكيف تمكن زيد أبو حمدان من بناء هذه الشخصيات، ومن أين استقى كل هذه المواصفات التي رسمها لهذه الشخصيات؟ أول شيء أنا بعد ما عملت أفلامي القصيرة والحمد لله كان في نجاح فيها، فكنت متوتر كثير من أعمل فيلم الأول، وكان انسامبل بيس اللي هو أكثر من بطلة، كان في أربع بطلات، فأخذت وقتي بالكتابة وكنت كتير واعي على شغلة إنه أنا مهما كنت مثلاً عندي تفكير معين أو ضد الذكورية أو مجتمعات الذكورية اللي بتأثر على حياة المرأة، أنا برضو ذكر بابن هذا المجتمع، فما كنت بدي أعمل كمان قصة مكتوبة عن النساء من منطلق ذكوري اللي هو منشوفه كتير على التلفزيون، منشوفه كتير على المسلسلات، فعشان هيك أخذت وقتي. بالإضافة إنه في سر هيك بجوز الناس ما حكيت فيه، هذا إنه أنا أول مولود ببيت بعائلة جدي أبو أمي، فكانوا أمي وخالاتي الثلاثة دائماً يتنافسوا مين يمسكني، مين تحملني، مين تربيني، مين تحكيلي، مين كذا، مين تطعميني، فطول عمري أنا متربي مع هدول النساء الأربعة اللي هم they are wild, they are أوايا، بنفس الوقت مكسورين، بنفس الوقت they're crazy، وهم كل إشي فيهم هو اللي شكلني مين أنا اليوم. يعني بعض الشخصيات بالفيلم عملت شغلات أنا تمنيت أنه خالتي تعملها بس ما عملتها. السلام عليكم عمي، إحنا بنات عبد الرحمن. كلكم بناته؟ عايشوا على الأغلب. يعني أبوي ضايع ولسه مش ملاقينه، وأبصر شو رح نعمل إذا لقيناه. جوزي لسه ما برد؟ أي أمه، كيفك حبيبي؟ لا كتير هيك. على الرغم من التباين الكبير ما بين النساء الأربعة التي نشاهدهن على الشاشة والاختلاف الكبير في سلوكهن وفي تعاملهن مع الأشياء، لا يمكن للمشاهد إلا أن يحب هذه الشخصيات. قد لا يحب سلوكا أو يعترض على سلوك، لكن في النهاية لا يمكن له إلا أن يحب هذه الشخصيات وأن يتضامن معها. ما شعرته وأنا أشاهد هذا الفيلم هو أن زيد أبو حمدان لم يتعامل مع هذه الشخصيات من منطلق الحب أو الرفض، التضامني أو الاحتجاج، لكنه سار مع هذه الشخصيات، رافقها لتتكون ولتتركب ولتنضج على طريقتها وعلى بساطتها وسلاستها. شكرا كثير على هذا التعليق. لا طبعا اكيد، هلا في شغله كثير مهمه تعلمتها من خلال كتابه بنات عبد الرحمن، انه هاي الشخصيات الاربعه طبعا انا بحبها كثير،
كل واحدة منهم مش بس بتمثل واحدة من خالاتي أو أمي، بالإضافة كل واحدة فيهم جزء مني أنا موجود فيها، جزء مني أنا كذكر بهذا المجتمع اللي بعرف أنه عندي للأسف المجتمع بيعطيني حريات كتير أكتر من المرأة. زيد أبو حمدان برأيي أنجز فيلما جميلا للغاية، لكنه أنجز أيضا ما يشبه المعجزة. خلال حديثه عن ممثلاته وعن الأدوار التي أديناها، تحدث لنا عن شخصية زينب التي أدتها فرح بسيسو. المعجزة هنا فرح بسيسو كانت منسحبة، لا تقف أمام الكاميرا وأن تعود أو تنشغل بحياتها اليومية، لكن زيد أبو حمدان تمكن من إقناعها وأعادها أمام الكاميرا. لنستمع من زيد أبو حمدان حكاية هذه المعجزة الصغيرة التي أنجزها. هلا اللي بيضحك بالموضوع أن أنا بس بلشت أكتب السكريبت كان دائما صوت فرح بسيسو براسي لدور زينب، بس أنا شخصياً كنت متخيل بأحلامي كلها أنه فرح بسيسو تلعب بفيلمي، لأن أنا تربيت بشوف فرح، وبالنسبة إلي يعني she's an icon and she is an icon مش بس بالنسبة لإلي. فلما صبا فاتت على المشروع كإكزيكتيف بروديوسر وطلع طب عم نحكي مين دي يلعب دور زينب، فهي صارت تحكي شو رأيك بفرح بسيسو؟ قلت لها إكزاكتلي أنا شو عم بفكر بس وينها؟ ضلينا 4-5 أشهر نعمل أوديشنز لكتير نساء شاطرين كتير وكذا، بس أنا خلص بدي فرح بسيسو. لقدرنا نوصلها، فرح كانت تاركة المجال كليا وما طلعت لورا، خلص عندها ميشن دا تروح، عندها ميشن لعائلتها ولبناتها. فرح أم مثالية كشخص يعني، وفراحت بدها تعمل عندها إشي ميشن. فلما قدرت أحكي معها بالآخر عملنا سكايب وكل إشي، بعدين بتقول لي زيد حبيبي يعني فيلمك حلو شكله قصته وكذا وهيك، بس انا ما بدي اشتغل. قلت لها فرح بما انه انا عم بحكي مع فرح بسيسو كثير تقري النص وتعطيني بس رايك يعني بيكون شرف لي وكذا. قالت لي تمام. بعثت لها هذا قلت لهم يا جماعه لصبا، قلت لها خلص فرح مش معانا، بس حتقرا وتعطيني فيدباك. بعد 3 أيام تبعت لي ايميل بتقول لي ولا لصبا ولا ايه المنتجات بتقول اذا في دور بيستاهل رجعتي على الساحه الفنيه وهذا الدور. طبعا هذا الايميل مطبوع على اكبر بوتنشال ورقة لقيتها محطوط عندي بغرفة النوم. ايش